هاي انا لا مخافي. ومين انت لخاف منك؟ ناقصني خاف من شقفة خدامي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك انت الواحد كيف بده يتعامل معك؟ يلا تعي بلا لعي، تعي غيري لي وساوي هالأوضة وغلي لي شقفة عائدة. حاكم صلي زمان ما نتفته لوشي مشان تنتفي لي اياه. وشو رأيك كمان جيب لك الماشطة فرد مرة؟ عم تتمسخري علي فلتانة؟ ولك فريدة والله بقيت لك وبحسب الله ما خلقك. يلا 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 تعي نطفي لي، يلا تحركي. ولك انا عم بتحملك كرمال المختار ابو وضاح، بس والله اذا بتزوديه بخلك. عم تفهمي؟ عيونك هدول بشيلهم. يا طلال خالي هالحكي ما بينفعك، إذا ما طلع لك هيك شوارب مثل خالك صرت قبضاي وزقرتاوي. نصرة علم لك يا زقرتاوية؟ أبو عمي علمه أخي، أنت ريح لحالك. إي والله، أبشو ماشى الواي بالخير، رجال قبضاي ومعدل وزقرتاوي. يا أمو نعم. هاتي لك شي رغيف سخن نتسلى فيه. لا تقبرني، هدول الخبزات لأم وضاح، ما بيجوز نقرب عليهم، روح جيب رغيف من بيت المونة أوام. لا يا أمو أنا اشتهيت الرغيف سخن. طيب روح جيب واحد من بيت المونة لأبدل لك يا أبو حب تازا. طيب ماشي. يا مو؟ نعم. لقيتي لي شي عروس تازة؟ للناسبة يعني. هلا شو بدي اقول لك لك ابني؟ كل ما بروح لعند جماعة لشوف بنتهم بلاقيها مو كل هالقد. مو كل هالقد؟ شلون يعني مو كل هالقد يا مو؟ لك يا امي ما عم لاقي له وحدة تليق فيه. يا مو؟ العروس الخبزات ببيت المونة؟ ايه يا مو بطش اتعرف. هلا يا مو بكل الحارة ما لقيتي لنصري عروس تليق فيه؟ شو بدك يعني قل له؟ قل له ما حدا عم يرضى فيه؟ اكسب خاطره يعني؟ ايه هو يبطل هالكذب بالاول. لك يا بنتي يا حبيبتي صرت قايلت له 100 مرة يبطل هالكذب، بيقول لي انا ما بكذب، انا كل شيء بحكيه بيكون صاير معي. الا مين بده يطلع؟ في غير لابوه؟ الله يخليكي يا مو لا تجيبي سيرة ابي، الله يرحمه. بنت اخوه ما رضيت تقابلنا ولا طلعت تسلم علينا. اوف وليش بقى؟ أنا مرضاني يا بعدي. وبركي كانت مرضاني عن جد. هلا لا تقعد دافع عن بنت اخو. لك يا مرة والله حيرتيني، مو انت قلتي انه بنت اخي رويدة احسن من بنت اختك ومن بنت اختي؟ مبلا، بس ليش عملت هي وامها هيك اليوم ما بعرف. لك ما بصير هيك يا بنت الحلال، ما بصير هيك، ما بصير تحكمي على العالم من اول مرة. اسمع عدنان، انت لازم تروح عند اخوك وتقول له يرصن شوي مشان يبطلوا هالحركات، وتاني شيء نحن لازم نعجل بالعرس. لك ايه ما في مشكلة ما نعجل. احكي مع اخوك يعجلوا بجهاز البنت وانت نزل على السوق جيب المراية والتخت والصندوق. ماشي. شو بدي اقول لك؟ صفوان وين وما شفته على العشاء؟ يقبر قلبي، اخذ على خاطره من الفصل اللي عملوه بيت اخوك اليوم.